بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. هو ايه اللي حصل النهارده؟ ليه انتوا البرد سقعانين؟ طيب لا مش سقعان. طيب بصوا احنا يعني باذن المسيح هنبتدي يعني مع بدايه الصوم الكبير موضوع أنا متأكد أن كلكم هتفرحوا بيه جدا. هنتكلم على حياة داود والمعاني الروحية والدروس الروحية في حياته، وفي كل موقف من مواقفه هنشوف المزامير اللي كتبها في الموقف ده، فهنبتدي ريليت للمزامير دي. بس أنا يعني قلت مش هنبتديها دلوقتي النهاردة، والجمعة الجاية هنتكلم على يونان. فالنهاردة جه في بالي يعني هقول لكم على حاجة. أنتوا عارفين إن إحنا بإذن المسيح يعني تدشين الكنيسة هيبقى يوم 9 ويوم 10. أنا متهيليش إن حد فيكم يعني عنده فكرة يعني إيه تدشين الكنيسة دي، لكن يعني يكفي إنكم تعرفوا إنه مثلاً الصلاة هتبتدي مثلاً يوم السبت 5 بعد الظهر، وتاخد لغاية 12، وساعات كانوا يكملوا طول الليل، لكن إحنا يعني هنا على قدنا. وبعدين نيجي تاني يوم نبتدي مثلاً من 7 ونخلص على 12 واحد. فأحبكم تبقوا عارفين ايه تكريس الكنيسة ده، وايه طقسه، وايه المعاني الروحية بتاعته. فايه هحكي لكم عليه كده بسرعة دلوقتي بحيث لما تيجوا تحضروا ما تهوش مننا، ماشي؟ طيب لكن قبل ما ابتدي هتكلم آية واحدة بس من رسالة بطرس الرسول الأولى. انتوا شايفين؟ طب ده حاجة كويسة. لا لا ده الإنجيل ده ده مش فاهم في حاجة. أنا هقراها بس من عندي هنا، كان ده مش كونكتد معلش للسكرين. ليه بقول الآية دي؟ إحنا في أشد الحاجة كلنا للآية دي. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. هقولها تاني. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب. يعني إيه الفدية؟ ها مين عارف يعني ايه الفدية؟ كان اصل الفدية زمان يعني هدفع حاجة عشان افتدي حاجة. كانوا زمان اصلها لما كانوا الملوك يخشوا الحرب
وبعدين ياخدوا ناس سبايا، فيجي واحد عاوز يطلع الأسرة دول فيدفع تمن علشان يطلع الناس دول. وما تستغربوش إنها كانت في الكنيسة، كان الكنيسة أيام الاضطهاد كانوا ساعات يشيلوا فلوس في الكنيسة عشان الحكاية دي، هم يفتدوا يشتروا. فهنا بيقول بطرس الرسول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء. يعني العالم اللي احنا فيه ده والطباع الوحشة، المسيح افتدانا، اشترانا برا العالم ده. طيب دافع فينا ايه؟ بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. الحتة اللي أنا عاوز بس أوضحها، هل ينفع المسيح يدفع ثمنه لحاجة هو مش عاوزها أو مش عارفها؟ عشان كده الآية بيقول معروف سابقا قبل تأسيس العالم. يعني المسيح شايفني أنا وعارفني أنا وعارف العالم اللي أنا فيه وعارف الخطايا اللي أنا فيه، وارتضى إنه يفتديني بدمه أنا، فهو عارفني وشايفني. ليه بقول الحتة دي؟ النهاردة إحنا ناس كتيرة قوي 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 فقدت حتة الإحساس بالله ليا، اتلهينا في العالم حتى في العبادة الكنيسة الله والخدمة. طب أنا فين؟ أنا في القداس كاهن وشمامسة وطقس، أنا فين؟ أنا في القداس. ساعات الواحد بيتوه، وساعات الواحد يسأل طب هو صحيح ربنا دريان بيا؟ لو راحت الفكرة هنعيش متعذبين في الدنيا دي. هقولها تاني: عالمين أنكم افتديتم أنا، ومعروف بدم المسيح، معروف سابقا قبل تأسيس العالم. اللي أنا بركزه في ذهنك إن المسيح ما رماش دمه على المشاع، ده عارف أنا بحجيب فلان. طيب السؤال بقى الحلو، هل فلان ده يستاهل دمي؟ الآب لما اختارنا، واحد من الآباء قال كده، يعني إيه؟ الآب السماوي بص على فلان أو فلانة وبعدين قدامه ابنه الوحيد، طيب أسفك دم ابني الوحيد عشان فلان ولا فلانة؟ حتة مقارنة. طب عاوز أطبقها علي أنا، أنا عندي ولد ينفع أضحي بيه لإسحاق؟ يطلع إسحاق ده بالنسبة لي يعني يدفع أضحي بيه علشان أنا مدحت ولا خلة حبايبي وصحاب، لكن هل يستاهلوا يعني أنا أقدم ابني عشانهم؟ شفت لما ابتديت المقارنة دي كل واحد جزع. طب لو عملتها أي واحد يقول لا ده فلان ده قد كده غالي قوي عند أبونا يضحي بابنه. تخيل المقارنة دي عملها المسيح، ما عملها الله الآب، بص عليا وبص على دم الابن قال لا يستاهل، يستاهل. عشان كده لما تقروا بقى في قصة المسيح لما كان على الصليب يقول له إيه؟ إن أردت أن تعبر عني هذه الكأس. طب وبعدين سمح الله الآب إنه ليه؟ لأنه لا أنا حبيتهم ودمك يستاهل. عشان كده قال له تكن إرادة، وبس أنا مش عاوز أفصل، إرادة المسيح زي إرادة الآب، هو عاوز برضه. عشان كده لما طلبوا منه إيه؟ إن كنت أنت ابن الله فانزل على الصليب فنرى ونؤمن. لا مش هنزل. ليه؟ لأنه دمي اللي أنا عارف الآب بيحبه فسفك دمه لأجلنا، لأنه أدرك تمام بلاهوته الواحد مع الآب إن إحنا محبوبين عند الآب.
فسفك دمه لأجلنا. عشان كده بقول لك الحتة دي لو راحت مننا هنبقى تعبانين. وتحضر القداس بأي شعور بتحضر القداس، يعني ما تأخذنيش، ياما أسمع ناس في القداس يقولك إيه مش عارف حصل كذا، أبونا عمل كذا، يعني ما تأخذنيش في كلمة أبونا إيه وشمس إيه، ما سيبكم من دي، ما إحنا غلابة يعني. لكن عينك على الدم. ساعات ناس إيه، ناس دخلة أو عيال بتعمل دوشة أو مش عارف إيه، كلنا واقفين وعين تحت الضعف ده، أو الشمامسة مش مظبوطين، أنا ساعات أتضايق برضه غلط. إمتى الواحد بقى يبقى فعلا القداس ده عبارة عن بالضبط زي ما قلنا، الآب بيقدم ابنه عشان عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل دم المسيح معروف سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن أظهر في الأزمنة الأخيرة لأجلكم. يعني إيه؟ يعني كل قداس بتحضره أدي الإعلان، أظهر النهاردة إن الدم ده ليا. تاني، أصل أنا يمكن مشغول شوية، ليه عيالنا ما بعادوش مرتبطين قوي بالكنيسة؟ ليه عيالنا النهاردة ابتدى يدخل فيهم فكر الإلحاد؟ هو ربنا موجود، ما أنا صليت، هو فين ربنا؟ لو غاب الشعور بحب الآب ودم الابن لينا مش هنقدر قيمة المسيح ولا المسيحية. طيب أكتفي بكده، وإيه I will walk you through بقى الطقس التدشين، ولكن بإذن المسيح الجمعة الجاية نتكلم على يونان، وبعديها على طول هنبتدي الدراسة الشيقة جدا جدا على حياة داود النبي. انتوا شايفين كده؟ ها؟ مفيش حاجة؟ طيب لا اهو في كده، شايفين؟ طيب بص، طقس التدشين قايم كله على طقس تدشين أول هيكل لله على الأرض، اللي هو كان أيام مين؟ سليمان. عشان كده مثلا تلقى أنا تدشين الهيكل أيام سليمان ده، حد يعرف خد كم يوم؟ قول يا مجدة تفتكر كم يوم؟ قول يا أسحق. لا ولا حد يعرف؟ ما انتوا تملي بتقولوا بتطلع معاكم صح النهاردة، قولوا أي رقم. لا 40 يوم حرام عليه، 7 أيام. ما في أرقام سهلة أنتوا تملي بتضربوها كده وبتيجي معاكم صح. 7، خد 7 أيام. طب قول لي إحنا هنا هنعمله إزاي ده 7 أيام؟ لا لا لا، عارفين زي ما بتيجوا مثلا في كياك نقول بنصلي إيه 7 و4، فالسبعة أيام اللي عملوه زي إحنا هنصلي هنا 7 سقوطقيات، السبت والحد والاثنين التسبح. فهتلقى جزء كبير قوي قوي في التدشين ده بيصلوا ايه كل السقوطقيات التسبحة كلها، كتاب الأفصال المدية الكبير ده هيقعدوا يقولوا. طيب ما انا بقوله الصلاة هتبتدي حوالي الساعة 5 بعد الظهر، ونخلص على نص الليل كده. ما انا هقول لك الصلاه بتبقى على الميه، وبعدين تفضل طول الليل، وتاني يوم يصلوا تاني، وبعدين بياخدوا الاسقف والاسقف اللي معاه زوفة كده سفنجه ويتهنوا بيها كل حيطان الكنيسة ده بالمي بالمي. وبعد كده الميرون، الميرون عشان كده انتوا لو شايفين قدامكم
في الكونسكريشن اللي هو التدشين في حاجتين، في التشيرش وفي الايه الالتر. التشيرش حيطان الكنيسه والسقف بتاعها بتدشن بالميه، الايقونات والمسبح بالميرون. ف يبقى انا بقول لك احنا صلينا طول الليل على الميه وتفضل الميه موجوده، تاني يوم يكملوا الصلاه على الميه وبعدين يبتدوا يدهنوا الكنيسه كلها بالميه. ايوه ايوه ممكن يعني، لا ممكن كورنر يعني، هي ما انا هقول بس انا لا ليها، لا ما انا هحكي الطقس بس انا بديكم فكره على، لكن هرجع على طول دلوقتي واحكي لكم على تدشين الهيكل في العهد القديم ده اللي هو وبعد كده الميرون. الكلام ده بيبقى قبل ما يبتدي القداس، الميرون بردك يدهنوا كل الايقونات الكنيسه وايقونات حامل الايقونات، وبعدين اخر حاجه خالص المسبح، وبعدين يتغطى المسبح ويبتدي القداس. ما انا قلت اللي يعني الصلاه لو ابتدت 7 ممكن نخلص على 12 كده ولا حاجه. اصل طبعا يوم فريق مين حضر فيكم عمره تدشين الكنيسه كلها؟ ما حدش فينا. فارجو ان احنا كلنا يعني مثلا الصلاه اللي هتبتدي السبت 9 مارس ده سبت، فالصلاه هتبقى السبت بعد الظهر كله، اللي طبعا نيجي نحضر 3 4 5 ساعات كل واحد يقدر، لكن الحد ارجو ان احنا كلنا نيجي من بدري ونبقى عاملين حسابنا ان احنا يعني نقضي الوقت كله في الكنيسه. اديكم فكره مثلا على الطقس بتاع تدشين الكنيسه، شفتوا في بارت 1 2 3 4. ها طبعا احنا في الكنيسه الجديده ان شاء الله هيبقى كل الحكايه ايه، مفيش ورق، لكن كل حاجه هتبقى محطوطه قدامكم. على اديكم بس فكره ايه اللي بيحصل. مثلا بارت 1 بصوا يعني انتوا ايه اول حاجه مثلا شايفين انتوا يبتدي صلاه الشكر ارباع الناقوس، وبعدين حاجه اسمها صلاه الاساس مثلا ايه عشان مش موجود تشتريها. طب انا عندي كل حاجه هنا بس مش عارف اوصل ده لل طب مش مهم، خلينا ناخد كده بعدين زوكسولوجيات، وبعدين اوشيه المرضى ونبوات. عارفين زي عامل زي ايه؟ زي اللقان، نبوات انجيل زكسو، وبعدين يقروا من سفر الرؤيا الانجيل عهد قديم عهد جديد ايه كله كده، جزء الاول والثاني والثالث والرابع، ويصلوا كل التسبيح. وبعدين تاني يوم بقى اللي هو تدشين الهيكل، واخدين بالكم البخور مزامير، بصوا قد ايه المزامير، كل التسبيحه ها 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 ها. وبعدين في الاخر خالص يحطوا الميرون على المسبح ويطلع الاسقفه ويدهنوا ببقيه الكنيسه. طيب هقرا معاكم بقى فين تدشين الهيكل؟ انا اي دون لايك البتاع ده يا اخواتنا خالص. فين؟ طيب شايفين كده؟ هقرا بقى معاك. لما خلص سليمان بنى الهيكل قال الرب انه يسكن في الضباب وانا بنيت لك بيتا. كل الكلام ده هيتقرا،
وحول الملك وجهه وبارك كل جمهور إسرائيل وقال مبارك الرب إله إسرائيل الذي كلم بفمه داود أبي وأكمل بيديه قائلا منذ يوم أخرجت شعبي من أرض مصر ولم أختار مدينة من جميع أصباط إسرائيل لبناء بيت ليكون اسمي هنا ولكن اخترت رجلا يكون رئيسا لشعب إسرائيل كما اخترت أورشليم ليكون اسمي فيه. واخدين بالكم من الكلام؟ يعني تكريس المكان زي تكريس الإنسان. الله اختار مكان هنا ولكن سكناه في كل واحد. عشان كده تاني طقس تأشين الكنيسة اللي لقت كلامي أنا قلت فيه إيه مية وإيه زي اللي اتعمل إيه زي اللي اتعمل في المعمودية. هي إحنا معمودية للكنيسة كلها وسكنة لله في الكنيسة بس الأصلها سكن الله في الإنسان. عشان كده إحنا بنتغطس في المية في الأول وبعد كده الإيه الميرود. خدتوا بالكم الكنيسة نفسه كده هتتعمد بالمية كلها وبعدين تدهن بالميرود وتبقى مقدسة لله تبقى بيت لله. طيب أنا هقرأ. التفت إلى صلاة عبدك وإلى تضرعه أيها الرب إلهي واسمع الصراخ والصلاة التي يصليها عبدك أمامك لتكن عيناك مفتوحتين على هذا البيت. ده الكلام ده صلاه سليمان يوم التدشين. أنا هقرأ صلاة سليمان وهقرأ رد الله عليه. لتكن عيناك مفتوحتان على هذا البيت نهارا وليلا على الموضع الذي قلت إنك تضع اسمك فيه لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع. عشان كده الناس لما بتكنيسة بتدشن ده بيت لله. كل واحد يقول لك نفسي أجي الكنيسة عاوز أصلي في الكنيسة. عشان كده إحنا يعني نشكر الله إنه ربنا سمح لنا إن إحنا الكنيسة مفتوحة على طول تتسرق ما تتسرق مش فارقة معانا. لكن الفرق معانا إن إيه أي واحد في صبح ليل ظهر في أي وقت عاوز يدخل يصلي عند الله ما حدش مقفول. اسمع تضرعات عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع واسمع أنت موضع سكناك. إن أخطأ أحد إلى صاحبه ووضع عليه حلف ليحلفه وجاء الحلف أمام مسبحك في هذا البيت فاسمع أنت من السماء. وإذا تعاقب المذنب فتجعل طريقه على رأسه وتبرر بار استعطيه حسب بر. وإن انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لأنهم أخطأوا إليك ثم راجعوا واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا أمامك نحو هذا البيت فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل. إيه رأيك في الكلام ده؟ هو مين اللي خد المسلمين خدوا الحتة دي ويصلوا ناحية الإيه؟ الكعبة ولا بتاع ده أصلها سليمان بيقول له يا رب لو حصل أي حاجة واحد صلى وباصص للهيكل اسمع له. شفتوا زمان كان الوضع طب فين الهيكل النهاردة؟ جوانا. ولكن هتفضل الكنيسة مكان يلتجئ إليه الإنسان في ضيق. العجيب جدا أنه يعني لسه من كام يوم فات جات واحدة مسلمة بتيجي هنا باستمرار وقالت لي عاوز أدخل أصلي في الكنيسة وهي مسلمة محجبة. قالت لي أنا أحب يسوع. أنا قلت عليها دي قبل كده وأحب محمد كمان. يا ست يعني قلبها كبير قوي. لكن أنا الملفت للنظر إيه؟ إحساسها بخشوع المكان. ولا أنسى مرة واحدة هنا ساكنة هنا هي هندية شابة يعني جوزة وبيعبدوا يعني الأصنام وبتاع. وبعدين أنا عرفها يعني كانت بتعلم ولادي بينج بونج وبتاع. فإيه جات قابلتني فقلت طب خش الكنيسة. فأنا واقف ورا لقيتها دخلت الكنيسة
وسجدت وبعدين عملت كده. فانا بقول لها انت عارفه ده ايه؟ قالت لا. قلت لها ما ليه عملتي كده؟ قالت لي بشوفه في الموفي. طب ايه اللي خلاكي تعملي كده هنا؟ قالت لي ما اعرفش، انا بس بشوفهم في الموفي بيعمل، انا اي فيل انها فيها باور الحكايه دي. طب ايه اللي خلاكي تسجدي هنا؟ قالت لي ما اي دون نو. فايه يعني حسيت فعلا احنا اعتدنا على دخول الكنيسه، لكن لو واحد يعني من بره كده، الكنيسه مقدسه، عشان كده احنا دورنا ان احنا نحافظ عليها مقدسه. رشم الصليب ده قوه، ما اعرفش انتوا، احكي لكم حكايه معلش انا مخي على رشم الصليب ده. كان مره واحد اب من الاباء بيخرج شيطان يعني، المهم عشان اخلص، المهم الشيطان بعد صلاه طويله وحوار مع الاب دوت، المهم خرج، والولد كان قاعد بقاله 3 ايام ما بياكلش، الشاب ها خرج وطلب ياكل، ادوا له اكل وبعدين طلب يشرب مي. فالاب ده راح بسرعه صب له ميه من القله في الكوبايه، وبعدين ايه رشم عليها الصليب 3 مرات واداله نفخ واداله يشرب. الولد اول ما شرب اخس مره وراح رامي الكوبايه كسرها في وشه. قال له معلش يا حبيبي اجيب لك واحده تانية. فراح ملاله كوبايه تانية ورشم عليها الصليب واداها له اخس مره وراح رميها. قال له معلش اجيب لك واحده تانية. وبعدين ادرك الاب ده، فراح يحط له ميه وما رشمش عليها الصليب، راح له الله دي حلوه قوي وشرب. فالاب قال ياه، هو اب راهب قديس، قال لاول مره انا اكتشف قد كده قوة الصليب مفزع للشيطان. مجرد انه يرشم الصليب، هو قال انا مش في بالي، انا كاهن برشم الصليب 3 مرات وانفخ فيه، لكن اثار الشيطان الحتة دي فزعته. كويس ان جاء كلام رشم الصليب لينا قوة. انا بقول لك الناس اللي ما بعرفوش يرشموا الصليب كده. فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتهم. وإن أغلقت السماء ولم يكن مطر لأنهم أخطأوا إليك، وصلوا في هذا المكان واعترفوا باسمك ورجعوا عن خطيتهم لأنهم ضايقوا، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك. سليمان دخل في عهد مع الله إن البيت ده بتاعك، اللي يصلي فيه ياخد غفران، اللي في دقيقة ويطلب في البيت ده ياخد غفران. آدي قداسة المكان لما بيقعد. طيب آخر حاجة بقى أخد، طيب رد الله بقى، صلى صلاة طويلة إيه هتسمعوها كلكم في التدشين. والآن قم أيها الرب إلى راحتك وكهنتك يلبسون هتشوفوا بقى وهم يجوا يلبسوا في الوقت ده. ما تجيبوا لنا انجيل بتاع ربنا بدل ال لا انا هاخد دقيقه واحده تانية وخلاص. ايه ده سبعه؟ ثانك يو حبيبي. ولما انتهى سليمان من الصلاه نزلت النار من السماء واكلت المحرقه والذبائح وملأ مجد الرب البيت، ولم يستطع الكهنه ان يدخلوا بيت الرب لان مجد الرب ملأ بيت الرب. هتشوفوا بخور كتير قوي. وكان جميع بني إسرائيل ينظرون وخروا على وجوههم، وذبح الملك ذبائح وكان الكهنة واقفين وقدس سليمان البيت. ها ها خدتوا بالك أن أخذوا 7 أيام. وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لبيت ذبيحة.
أجمل حاجة دي، إن الله يختار بيت يسكن فيه، اختاره في المكان في الأرض، وأكتر منه بما لا يقاس اختارني أنا يسكن فيه. إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، استواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيئته، لأن عيني تكونان مفتوحان وأذني مصغيتان إلى صلاة هذا المكان. إيه رأيك في الكلام الحلو ده؟ لما البيت بيدشن تطمن، كل مرة تخش بيت وتصلي صلاتك مسموع. أنا بقى إيه، بس أديني فتحت لكم كده أبواب وأنتوا تقروها فيها كتير. أخبار الأيام الثاني 6 و7، 6 سليمان بيطلب، والعجيب بس أنا مش قادر أدخل، كل اللي طلبوا سليمان رد عليه الله بنفس الحكاية. طيب يعني نشكر المسيح أنه وصلنا لغاية هنا، وإن شاء الله تيجوا تفرحوا بيها. طيب يوم الجمعة الجاية بإذن المسيح هيبقى الجمعة اللي قبل يونان، وبعديها على طول نبتدي الدراسة بتاعتنا في حياة داود. تفضل نصلي. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، اغفر ذنوبنا ولا تدخلنا التجارب، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة. امضوا بسلام، وسلام الله يكون معكم. تفضلوا بقى في أربعة.